المحور الأول جسم الإنسان الدرس الأول المحافظة على سلامة الجسم الوقاية من الحوادث أتعرف: إن الإنسان داخل البيت أو خارجه معرض لأخطار عديدة لكنه من الممكن ان يتجنب اغلبها اذا اتخذ العديد من الاحتياطات والتزم بالقواعد المروريه لتجنب حوادث السير وطبق القواعد المهنيه لسلامته في شغله وابتعد الاطفال عن الالعاب الخطره ومن هذه الاحتياطات اولا الحذر عند استعمال الطريق ووجوب احترام العلامات المروريه لان هذه العلامات عاده ما تكون موضوعه على الطريق للمحافظه على سلامه الناس ثانيا تجنب كل ما يتسبب في الجروح او الحروق او الكسور ثالثا الحذر عند استعمال الأجسام الحادة مثل السكين والمقص لأن حوادثها عادة ما تكون مضرة جدا بجسم الإنسان رابعا تجنب إدخال الأجسام الصلبة في الأذن خامسا لا أكسر أشياء صلبة بأسناني سادسا وجوب أن يكون الغذاء متكاملا كي يستطيع الجسم مقاومة الأمراض سابعاً التثبت من صلاحية المواد الغذائية قبل تناولها ثامناً اجتناب شراء المواد الغذائية من الباعة المتجولين حيث تكون البضاعة التي يعرضونها غير مغطاة ومعرضة لأشعة الشمس وللأوساخ تاسعا تجنب استعمال الأدوية عبثا وعدم جعلها في متناول الصغار عاشرا الابتعاد عن التدخين لما فيه من مظار عديدة تسبب أمراضا قاتلة إحدى عشر عدم الإكثار من استهلاك المشروبات الغازية لأنها تضر بصحة الإنسان و تتسبب في هشاشة العظام اثنا عشر عدم البقاء تحت آشعة الشمس لمدة طويلة في فصل الصيف عند الذهاب إلى البحر كي لا يؤثر ذلك سلبيا على أجسادهم ثلاثة اجتناب السباحة داخل مسافات بعيدة عن الشاطئ لتجنب الغرق 14. التعود على ممارسة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم. 15. تجنب الألعاب العنيفة والخطرة وتجنب اللعب بالكرة على حاشية الطريق. 16. تجنب الاقتراب من جهاز التلفاز حفاظًا على سلامة البصر. عشر الجلوس في وضع صحيح أثناء استعمال الحاسوب. أتدرب. يتعرض كل هؤلاء للخطر، أذكر لماذا؟ الإجابة: سبب تعرض هؤلاء للخطر هو فقداني كل منهم لحاسة من الحواس فالأول مثلا فاقد لحاسة السمع، أما الثاني فهو ضرير، أعمى، لا يرى، والثالث من الواضح أنه لا يشتم فحاسة الشم معدومة لديه. أشطب الصورة التي تمثل عملا يجب تركه. الإجابة. من الأعمال التي يجب تركها عدم اللعب بالأدوات الحادة كالمقص والإبر وما شابه، عدم الإفراط في تناول المثلجات لما في ذلك من ضرر على صحتنا وأسناننا، عدم قطع الطريق عندما تكون الإشارة حمراء